عايز يجي يلعب اصلا في ميدل ايست. يعني في حاجات كتيره بتعرقل ممكن المفاوضات، بس بيبقى عندك بلان بي، بيبقى عندك بلان بي. يعني انت بتقول والله اللاعب ده رقم واحد عندي، اللاعب ده لو ما اتفقناش معاه عندي اللاعب ده، عندي اللاعب ده. فالجهاز الفني بيدي اختياراته بالاولويه لاداره النشاط الرياضي. النشاط الرياضي بتخش في مجهود شاق، مجهود مضني عشان تتعاقد. شفنا كابتن خالد العوضي السنه اللي فاتت سافر بطوله العالم للفولي بول سيدات عشان يتعاقد مع لاعبات محترفه. يعني قصدي اقول لك ان الموضوع مش سهل بمكان، صعب جدا التفاوض في الوقت اللي انت عايز تجيب للنادي الاهلي نجمه من السماء كمسؤول جوه النادي الاهلي. طيب انت بتختار اللاعب، كل ده بيتم قبل اختيار اللاعب. تم اختيار اللاعب، وقع العقود، بيجي يوقع على العقود. طبعا قبل ما بيجي العقود اللي انت شفتوها دي او العقود اللي انت شفتوها دي بتبقى الفاينل. في عقود، في عقود انيشال بيمضي عليها اللاعب، انت بناء عليها بتجيبه، بتبعتها له بالميل للايجنت بتاعه او للمانجر بتاعه، بيمضيها معاه ويرجعها لك كده خلاص بقى ابتدائيا معاك. بيجي يمضي العقود بتاعه الاتحاد ويتم تسجيله. تمام. طيب بنختار اللعيبه او الجهاز الفني بيختاره ازاي؟ اي جهاز فني بيختار لاعب عشان عايز يكسب تاني، هو ده الصح. يعني انت بتفكر تفكير هرمي، لازم الجهاز الفني النهارده كره القدم كولر اللي كل مصر عارفاه وكل مصر متابعه كره القدم في النادي الاهلي، هل في محترف بيجي مستر كولر مش بيختاره؟ لازم هو اللي بيختاره، بيقول والله انا عايز اللاعب ده. طب ده لو ما كانش ده، فاذا ما فيش مدير فني هيشوف لاعب او هيختار لاعب الا لما يكون من وجهته نظره الفنيه او وجهه نظره الفنيه ان ده هيكسبه. متفقين؟ متفقين. طيب نروح بعد كده، جه اللاعب المحترف اتمرن معاك يا جماعه، المحترف ده بني ادم بيتفاعل مع الاجواء اللي حواليه. ممكن نلاقي لاعب جه بعد ما جه مثلا اتعاقد مع النادي الاهلي مثلا ما ارتاحش في الاكل المصري مثلا، وارد. لاعب الكالتشر بتاعته وثقافته بياكل نوع اكل معين ما لقاهوش في مصر، اثرت على مستواه. لاعب واخد انه يلعب طول عمره في اجواء بارده، واخد على التلج، لما شاف الحر الموضوع ده قريفه. لاعب ما بيعرفش يسهر بعد الساعه 9، احنا ماتشاتنا بتتلعب 9 وفي ماتشات بتتلعب 10 زي ما شفته في رمضان اللي فات. احنا كنا بنمشي هنا من السحور، كنا بنذيع الماتشات بالاستوديو التحليلي. والله العظيم انا فاكر في رمضان مشينا بتاع 12 يوم في ماتشات البلاي اوف بتاعه السيدات والرجال، لما كان معانا الاثنين المحترفين كانوا بيروحوا الساعه 2 الفجر 3 الفجر بيروحوا الاوتيل. ده نظام بلدك، نظام الدوري بتاعك، عندك رمضان الناس بتفطر بتلعب الماتش متاخر. فاذا ده بني ادم قد يوفق وقد يخطئ وقد يصيب، انت مش جايب سوبر هيرو. فالنهارده اللاعبين لما بتيجي ممكن توفق وتكسر الدنيا، وهديكوا ثلاث امثله، هديكوا ثلاث امثله. في لعيبه اول ما جت مثلا نقول علي معلول لعيب كوره، اول ما تعاقد علي معلول مع النادي الاهلي هل حد كان يتخيل في لحظه ان علي معلول ينجح النجاح الله اكبر، يعني ربنا يحفظه، النجاح الرهيب مع النادي الاهلي كده؟ هل حد كان يتصور ان جمهور النادي الاهلي يحب ويعشق علي معلول بالشكل ده؟ لا طبعا. في حين ان انت في محترفين وقعت معاهم وقت ما جم كانوا في نجوميه وكانوا في وضع احسن من علي معلول. نخش على المثل الثاني، تومسون لعيب الباسكت المحترف لعيب كره السله البوينت جارد اللي كان بيلعب مع الاهلي السنه اللي فاتت واللي قبلها. تومسون اول ما جه يعني تلقى سيل من الانتقادات، ده ما بيحطش سكور، ده مش لعيب الفرقه الثانيه اللعيبه بتاعتها بتحط 27 بوند و28 بوند، ده ما بيحطش زيهم، ده لعيب على امكانياته على قده. في الوقت اللي تومسون ما خسرش بطوله مع النادي الاهلي، ومع ذلك بعد ما مشي النادي الاهلي كلموه تاني ورجعوه تاني. يعني قصدي اقول لك انه نجح نجاح باهر بالرغم انه في البدايه تلقى انتقادات شديده. طب نخش مثلا على محترف تاني، عيسى اللي معانا في النادي الاهلي. عيسى مستر اجوستي اختاره بشكل معين، بشكل معين يعني ايه؟ هو عايز لاعب يمشي الفرقه ما ياخدش من 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 تريات اللاعبين الباقيين. ومع ذلك امبارح لما انت والاول امبارح لما لعبت مباراه مع الزمالك وكان عندك المكانات التهديفيه عطلانه هو حط 29 بوند. يعني يا جماعه قصدي اقول لك ان المحترفين قد تصيب وقد تخطئ، انت ما تعرفش، انت بتختار بارقام والدنيا بتبقى تمام. طيب كره اليد، احنا النهارده كان عندنا لعيبه توانسه كتير جم، واللعيبه التوانسه نجوم كانوا في بدون ذكر اسامي عشان في الرجال والسيدات، عشان بس ما اقولش اسامي لعيبه عشان ما نقولش ان هم يعني لا ادوا اداء على راسنا من فوق، بس لما جم كانوا نجوم في تونس وافريقيا وجم ما نجحوش مع النادي الاهلي. يعني العكس صحيح، انت ممكن تجيب لاعب منور جامد ويجي ما ينجحش، ولاعب مش منور ويجي ينجح. فيا جماعه بالراحه، النادي الاهلي دايما بيدور على الاحسن، اللي بينجح معانا في الاول بنكمل معاه، اللي ما بينجحش بيتم استبداله.
وبندور على الاحسن تاني. فالنهارده هيكون معانا المحترفه تيتيانا بوكان، المحترفه من جنوب طبعا من جبل الاسود ومونتينيجرو. هنتكلم معاها حتى عن طريقه اختيارها ومين اللي كلمها وازاي جت النادي الاهلي عشان يبقى قولا وفعلا قدام حضراتكم. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد الرجال. كان عندنا مباراه مهمه مع هليوبلس، مباراه كانت بره النادي الاهلي، كانت في صاله هليوبلس الشروق، ودي كانت احد المحطات اللي مستر ديفيد ديفيز المدير الفني كان عامل حسابها كويس. ودايما هليوبلس بتحقق مفاجآت وخاصه على ملعبها، ولكن الحمد لله الفريق قدر يتخطى هذه العقبه ويفوز فرق كبير 36-28. في الوقت اللي الشوط الاول كمان خلص فرق سكور كبير 18-10، فرق 8 اهداف، والشوط الثاني طبعا خلص 6 اهداف. مبروك للفريق، الفريق ماشي بشكل جيد، كل مبارياتنا الحمد لله فزنا فيها، اول الدوري بدون منافس. فريقنا هيلعب الماتش الجاي مع طلائع الجيش، واللي هيكون يوم الثلاث اللي جاي باذن الرحمن لفرقتنا. طيب فريقنا يعني طبعا بيقفل كل يعني الصفحه اللي فيها المشاركات العالميه، سواء بطوله العالم او بطوله افريقيا او عندك بطوله البوسنه الوديه، كل ده اتقفل خلاص، ومركزين بس في ملف الدوري المحترفين واهميه المحافظه على اللقب. احنا حامل طبعا، مش محتاج افكر حضراتكم، حضراتكم فاكرين اكتر مني، احنا حامل لقب الدوري والكاس رجال، وحامل لقب الدوري والكاس سيدات، والسوبر الافريقي كمان رجال السنه اللي فاتت. يعني الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس جدا، ينقصنا التوفيق، ينقصنا باذن الرحمن ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ اللاعبين، يعني مش محتاجين يعني اصابات. الفرقه دي اتضرت جامد جدا او يعني اتعرقلت بشكل كبير بنتيجه الاصابات. كل التوفيق لهذا الفريق ومستر ديفيد ديفيد المدير الفني وكابتن محمد ابراهيم المدرب العام. هنروح للسيدات، خلصوا الدور الاول، بداوا في الدور الثاني، ابتدوا الدور الثاني بنفس المباراه اللي ابتدوا بيها الدور الاول، وهي البنك الاهلي. البنك الاهلي فريق محترم جدا، وطبعا لما دخل هذا النادي لعالم الالعاب الاخرى يعني اثر بالذات في كره اليد، اثر رجال دوري الرجال والسيدات. استطعنا السيدات ان هم يفوزنا بنتيجه 45-24، نتيجه كبيره، مبروك. الشوط الاول كان خلص 23-12، الشوط الثاني طبعا خلص زي ما قلت لحضراتكم 45-24، بيقود هذا الفريق كابتن محمد عادل زولا. طبعا الماتش كان اتلعب على صاله ميت عقبه، طبعا هو بيبقى الصالات او الدوري بتلعب ممكن بره، لان البنك الاهلي ملوش الحقيقه ملعب، فبيختار ملاعب معينه انت بتروح تلعبها طبعا، تلعب فيها. بالمناسبه الدوري هيتوقف فتره طويله عشان اشتراكات المنتخب الوطني، وهنرجع نلعب تاني الماتشات 22 ديسمبر، عندنا شهر استعاده شفاء، تجهيز اللاعبات، رفع معدلات اللياقه، كل ده طبعا بيكون في حسابات المديرين الفنيين، واكيد كابتن محمد عادل زولا المدير الفني للسيدات مركز في الموضوع ده بشكل كويس، وهيستغل فتره التوقف ده بشكل جيد. لغايه دلوقتي فريق كره اليد سيدات مقدم مستوى ثابت. السنه اللي فاتت لو تفتكروا في اول الموسم كنا خدنا ماتشين كده، سموحه بره خسرنا، وخسرنا كمان تقريبا سموحه وليوبلس، او لا الطيران يا ربي. السنه اللي فاتت كان هذا الفريق خسر الماتشين دول في اول السنه، وساعتها الجمهور بامانه او الجماهير يعني قالت لا ده لسه في الاول، وكنا احنا رجعنا ده لعدم وجود هارموني، لان يعني كان لسه كابتن محمد عادل زولا ورجع لاعبات وصعد لاعبات وفي لاعبات خفوا، فما كانش فيه هارموني، وكان ساعتها المنتخب متجمع كانوا بيتمرنوا 4-5 لاعبات. ولكن السنه دي الحمد لله الستارتنج كويس، نتمنى ان شاء الله ان هم يكملوا باذن الله. هنروح لكره السله رجال، وتابعنا مع حضراتكم عبر شاشه قناه النادي الاهلي مباراتي طبعا الذهاب والاياب لدور الثمانيه مع نادي الزمالك، سواء للرجال او للمرتبط. وفضل الله المرتبط فاز الماتشين، والرجال برضو فازوا الماتشين بفارق كبير. المباراه الاولى فزنا 15 نقطه، دي طبعا لقطات من المباراه الثانيه اللي هي كانت ملعبنا، ولكن لعبنا في صاله الدكتور حسن مصطفى عيسى، هو اللاعب المحترف الامريكي رقم 2، واللي ادى مباراه كبيره، وده عمر طارق كمان عمل ماتش حلو قوي. دي اول على فكره، دي اول كره في الماتش، دي اول كوره في المباراه، اول 3 بونت كان هو على فكره حط 5 أو 6 تلاتات. طيب عندنا يوم الثلاث الماتش اللي جاي دور قبل النهائي مع نادي الاتحاد السكندري، ده تاني لقاء لينا معاه، لعبناهم في البطوله العربيه في دور الثمانيه وفزنا وطلعنا دور قبل النهائي. هنلاعب مرتبط ورجال. طيب بالورقه والقلم المرتبط بتاعنا افضل الحمد لله. الاتحاد السكندري طبعا هينزل مباراه يوم الثلاث، هتبقى المباراتين بالمناسبه برج العرب، ودي اللائحه دي محطوطه من قبل ما الدوري يتلعب او قبل ما المرتبط يتلعب. قبل النهائي هيبقى طرفي قبل النهائي هيلعبوا برج العرب، بعد كده النهائي والتالت والرابع هيرجعوا يتلعبوا في
هنا في صاله المجمع الدكتور حسن مصطفى. طيب الاتحاد كان فاز على الجزيره وتاهل، واحنا فزنا على زمالك وتاهلنا. الناحيه الثانيه السكه لطيفه شويه، يعني سموحه بيلاعب سبورتنج وعلى في دور قبل النهائي. يعني طبعا الفرقتين محترمين جدا، بس انا اروح ناحيه سبورتنج انه يكسب. طبعا الكره دي عجبتني قوي لان كيشو كان خد الكره ونط جامب ستوب من غير دربلايه، حطيت له باونس باص. يعني بص باونس باص من ايهاب امين، ما خدش دربلايه، خدها نط على طول. بصوا دي اللي خليته ياخد كاونت وان مور. اللعيبه الطوال دايما يحبوا يعني ياخدوا وقتهم، انما كيشو خدها نط زي اللعيبه القصيرين. بالمناسبه يعني كنت انا وضيوفي الاستوديو اللي فات اتكلمنا عنها، وعايز اقول لكم ان برده يعني نادي الزمالك غاب منه لعيبه المباراه اللي فاتت، ولكن دي المباراه 17. مستر اجوستي طبعا كان قاعد في المدرجات، انا عندي كلام كتير على الماتش ده بس مش عايز ايه اطول في الانترو. ولكن دي المباراه 17 اللي يفوز فيها نادي الاهلي، ده الدنك اللي حطه ايهاب امين، وده الماتش 17 على التوالي في 3 سنوات يفوز فيه النادي الاهلي بدون ولا هزيمه مع مباراه الزمالك، ودي اكبر تقريبا ريكورد اتعمل اتصور في كل الالعاب. مش هتصور، انا ما سمعتش ولا سمعت ولا قريت ان النادي الاهلي كسب سلسله ب 17 فوز متتالي كده في اي لعبه غير في السله الفريق الاول. كل التوفيق. الثلاث والخميس اللي جايين هم مباريتين قبل النهائي. فوزنا هو ده نهائي مبكر يعني ان شاء الله، احترمنا لكل الفرقه طبعا، بس انا بتكلم على تكنيكال وايز انه الموضوع ده عشان تبقوا عارفين هو الفاينل ماتش الاهلي والاتحاد، مع كل الاحترام لكل الفرق، وجي بدري في قبل النهائي. خلينا بقى نروح للسيدات. السيدات يعني كان الاسبوع اللي فات ما كانش احسن حل ليهم. المرتبط بتاعنا فاز المباراتين، الفريق الاول خسر المباراتين في المرتبط، لم نوفق. اكيد طبعا كابتن طارق خيري هيعيد حساباته وهيعيد ترتيب البيت. عندنا مباراه مهمه بكره الاثنين، وبالمناسبه هنذاعها على شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه الاهلي والجزيره في السوبر المصري للسيدات كره السله، هتتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي. تابعونا على التفاصيل والضيوف الاستوديو التحليلي ومعاد المباراه، كل الكلام ده تابعوه على شاشه قناه النادي الاهلي هتعرفوا تفاصيلها. طب ايه مباراه بكره دي؟ السنه اللي فاتت السوبر المصري الرجال اتلعب في الاهلي والزمالك، اتلعبوا في البحرين. السيدات بيتلعبوا دلوقتي، هو ده الوقت اللي حددته اتحاد السله. طيب حظوظنا ايه؟ حظوظنا افضل. الجزيره السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، في لاعبات يعني مشوا من نادي الجزيره زي تمارا نادر السيد جت الاهلي، ومش بالقوه اللي كان فيها السنه اللي فاتت الجزيره. فاذا حظوظنا بالورقه والقلم اعلى بكتير، مع احترامي طبعا نادي الجزيره، بتكلم فنيا. نادي الجزيره هينزل يلعب من حقه شرعي وحق شرعي انه يفكر في الفوز، وده طموح يعني ما حدش يزعل، ولكن انا بتكلم فنيا. نادي الاهلي فارق كتير جدا جدا عن نادي الجزيره فنيا. بكره مباراه مهمه عشان الفرقه تستعيد الثقه تاني باذن الله، ومهم كمان عشان فريق عشان انت عندك بعد كده مباريات السوبر المصري، خلاص انت داخل على الجد، وعندك افريقيا فرقتنا داخله في البال، باسكتبول افريكان ليج هتعمل للسيدات، وسبورتنج داخله وعندك 3 اجانب تستعين بيهم، وسبورتنج برضو عنده 3 اجانب. فالنهارده سبورتنج اللي هو حامل لقب بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، واحنا قلنا الكلام ده لو تفتكروا 100 مره، سبورتنج السنه دي غير سبورتنج السنه اللي فاتت. الاديشن ده او النسخه دي بتاعه سبورتنج سيدات مختلفه 180 درجه عن السنه اللي فاتت، في 5 لاعبات معاهم جداد، وخلي بالكم حتى الان هاله شعراوي ما لعبتش، فبرضه لما هاله شعراوي معاهم هتلعب هتبقى احسن، فمحتاجه تركيز من البنات، امور بجديه، الامور مش سهله، مش زي السنه اللي فاتت هتلاقي مفيش منافسه. ان شاء الله نحاول. طبعا خلاص راح منا لقب من الالقاب، باقي 4، نتمنى ان شاء الله ان احنا نحافظ عليهم، على الاقل يبقى 4 بطولات، السنه فاتت كان 5 من 5، السنه دي يبقوا 4 بطولات ان شاء الله المتبقين نفوز بيهم باذن الله. والجزيره على فكره بتلعب ماتش بكره بصفتها وصيف كاس مصر الموسم اللي فات، طبعا عشان حضرتك تبقوا عارفين وصيف الكاس هو اللي بيلعب السوبر. خلينا نروح لخبر تاني، والخبر ده يعني كثير الحقيقه. دايما بنلاقي كابتن محمود الخطيب في حاله الفوز بيهني وبيطالب اللاعبين او اللاعبات واجهزتهم الفنيه ان هم ينسوا الفوز، يعني الفرحه ما بتاخدش اكتر من 24 ساعه وبعد اذنكم ركزوا في اللي جاي، ده بقى ماضي. ولكن بنلاقي كابتن محمود الخطيب امتى بيتدخل؟ لما بيلاقي او بيدعم، لما يلاقي في فرقه حصل لها دروب وهو مش متوقع كابتن محمود او معروف عن الفرقه دي انها كويسه. فالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص على الاجتماع مع لاعبات الفريق الاول لكره السله سيدات،
وجهازهم الفني والاداري والطبي في حضور كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي. طب ليه الاجتماع ده؟ قال كابتن الخطيب ان اللي حققه الفريق الموسم اللي فات زي ما قلنا في مستهل هذا الخبر من نتائج روعه مميزه وفازوا بكل البطولات اللي شارك فيها، وان الانجاز ده من المفترض ان يمنح الفريق دوافع جديده لمواصله المسيره المتميزه. واكد النتائج الاوليه في بدايه الموسم ده ما كانتش بالقدر اللي يليق بالفريق وامكانياته الفنيه والبدنيه، وقال انه لابد من مراجعه سريعه للوقوف على الاسباب ده، خصوصا انه حاسس ان النجاحات اللي اتحققت السنه اللي فاتت خلت اللاعبات تحس وترتاح بعد تحقيقها، وده ما ينفعش يكون موجود في قلعه البطولات. واكد كابتن محمود الخطيب انه حذر من ده في حفل التكريم. زي ما قلت لحضراتكم والله انا ما كنتش قريت الخبر، بس انا عارف كابتن محمود الخطيب بيفكر ازاي. واكد كابتن محمود الخطيب انه حذر من ده في حفل التكريم اللي اتعمل لنهايه السنه اللي فاتت، لان طموح الجمهور ملوش حدود ولا سقف. واضاف ان الفوز بالبطولات بتحتاج مجهود مضاعف، وده لازم كلنا نشتغل عليه عشان نحافظ على المستوى اللي يليق بتاريخ النادي الاهلي. واكد الكابتن محمود الخطيب انه واثق في الفريق وجهازه الفني على العوده وتدارك الموقف بسرعه في ظل الامكانيات الكبيره اللي موجوده في الفريق والنادي. زي ما شفته وقلت اول الموسم، امتى بيبتدي يتدخل النشاط الرياضي؟ امتى بيتدخل؟ لما بيحس ان الفريق محتاج دعم، دعم معنوي، دعم مادي، دعم بلعيبه، باجانب، بتغيير محترفين. صدقوني يا جماعه بجد، يعني اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي او المدير الفني اللي بيلعب في النادي الاهلي محظوظ جدا 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 والله، وده شرف ما بعده شرف. انت النهارده حاسس انت بتلعب وراك مجلس اداره رئيسه كابتن محمود الخطيب بيدعمك بكل شكل، وجمهور كبير مستني منك مكسب على طول، وده على فكره مسؤوليه كبيره، ودايما ده الموتيفيشن بتاعك او الدافع اللي بيحركك لقدام. عندك لعيبه كلها يعني نفسها تلعب في النادي الاهلي، دايما انت نادي جاذب، فاذا ده شرف كبير جدا لاي فرد بينتمي لهذه المؤسسه الكبيره باي مكان انه يكون بينتمي ليها وبيكون بيمثلها في اي موقع. هنروح لدوري السيدات للكره الطائره، كان عندهم مباراه مهمه مع الشمس، وما ادراك ما الشمس، وانتهت طبعا بالفوز 3-1. الشمس طبعا ليه تاريخ معانا كبير، وهو يعتبر اقوى الفرق في القاهره معانا. مع احترامنا ما افتكرش ممكن وادي دجله، يعني ممكن يكون معانا وادي دجله، ممكن يكون معانا انديه كويسه، ولكن طبعا كل الاحترام، ولكن اقوى الفرق اللي موجوده في القاهره بتبقى نادي الشمس. المباراه كانت مهمه جدا، فوزنا 3-1. هستعرض مع حضراتكم النتائج يعني عشان تعرفوا الماتش كان ماشي ازاي. الماتش خلص 25-21 الشوط الاول، 25-15 لينا الشوط الثاني، الثالث لم نوفق فيه 22-25 وفزنا بالرابع 25-20. ده اول ماتش نلعبه وتوصل نتائج كده تبقى في العشرينات. الثلاث ماتشات اللي فاتوا اصحاب الجياد وادي دجله ودلفي كلهم كنا يعني بنفرق 3-0 ويعني بنعد. طبعا دي اللعيبه اللي هتكون معانا النهارده اللي ايوه هي دي، تيتيانا بوكان، تيتيانا بوكان. طيب الماتش ده، اما ماتش اول ماتش فكان تم تاجيله لو تفتكروا، كان بسبب مشاركات لاعبات من نادي الصيد في بطوله العالم للكره الطائره الشاطئيه تحت 21. فريقنا هيلعب الماتش اللي جاي بكره باذن الله مع نادي وادي دجله على صاله الشهداء الساعه 4. الساعه 4 بكره الماتش على صاله الشهداء. كل التوفيق طبعا لفرقتنا باذن الرحمن في المباريات القادمه. الفريق ماشي بشكل جيد، طبعا المنافس التقليدي هو نادي الزمالك، يعني محترمنا لكل الفرق. البلاي اوف يعني احنا نقعد نلعب ونتصارع ونطلع تصاعدي لغايه ما نوصل للبلاي اوف، وهو ده اللي هيكون طبعا قمه المستوى. عندنا برضو الرجال ضربه البدايه، بداوا مباراتهم او بدا الدوري الممتاز لكره الطائره رجال، تاخروا شويه، ده نتيجه مشاركه المنتخب في منافسات اكتر شويه من فرق السيدات. كان عندنا اول مباراه مع المقاولين، حاله من التركيز كبيره جدا، حاله من العزم. انا بقول لكم بقى وانا راجل متابع وشايف وقريب وكل لعيبه الفولي بول صحابي، لا في حاله طبعا دي صاله المقاولين العرب، الماتش اتلعب في صاله المقاولين العرب. عايز اقول لكم انه في حاله من التركيز الكبير، انا عايز اوريكم قد ايه اللعيبه مركزه، اللعيبه حاسه بذنب كبير جدا، اللعيبه دي مش محتاجه حد يقول لها حاجه، هم من نفسهم حاسين. عندنا لعيبه استوت زي سعودي مع المنتخب، سنتر بلوك بتاعنا عمل مع المنتخب ماتشات كبيره، اتوقع السنه دي انه هيبقى على مستوى عالي جدا. منذ طبعا المدير الفني بتاعنا الجديد الاسباني عايز يثبت ويقدم اوراق اعتماده. طيب نتائج الاشواط كانت جت ازاي؟ 25-16، 25-6، 25-18. الاهلي بيلعب في المجموعه الثانيه مع المقاولين العرب ودلفي وبتروجيت والترسانه والشمس. طبعا دي مجموعتنا وان شاء الله بنسبه كبيره احنا اول المجموعه. لاهميه الماتش، كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش وسجلنا التقرير ده مع اللاعبين والجهاز الفني، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني.
احنا بدأنا السيزون من شهر 7، الحمد لله بادئين بداية قوية يعني عكس أي سنة، يعني التمرين في ضغط عالي صبح وليل، والحمد لله يعني كنا جاهزين لبداية الدوري يعني بداية كويسة. الفترة اللي فاتت كان في معسكر في اسكندرية لعبنا فيه 4 ماتشات، لعبنا سموحة وسبورتنج والاتحاد، وقبلها بكام يوم لعبنا برضو هنا، لعبنا 3 ماتشات والدين. كان في برضو تحمل جامد يعني، كان في تمرين الصبح وفي ماتشات بالليل وفي جيم يعني، فكنا جاهزين الحمد لله. لقوا فريق احترم طبعا، لسه طالع من الدرجه الثانيه، ما كناش نعرف فيهم يعني، ما شفناش الفرقه قبل كده او ما عناش اي داتا عشان ده اول ماتش في الدوري، بس طبعا بعد اول كام نقطه قدرنا نقرا الماتش وتوجهنا يعني توجيه كويس، فقدرنا نمسك الماتش والحمد لله عملنا نتيجه كويسه. الحمد لله كان اول ماتش عندنا بعد فتره اعداد 3 شهور تقريبا. الماتشات دي مهمه ان احنا نعرف سيستم كوتش فرناندو، عشان طبعا ان احنا نطبقها في الماتشات بتبقى حاجه مختلفه، فاحنا بناخد كل ماتش ان احنا نتعرف على السيستم اكتر، نصدق بعض اكتر في السيستم وان احنا نحاول نطبقه. فطبعا كان ماتش مهم، قدرنا الحمد لله نبدا نطبق الحاجات اللي هو كان قايل لنا عليها. بس واول ماتش طبعا احساس حلو، كان 3 سنين سافرت فيهم فاحساس حلو، ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا السنه دي كل البطولات. اكيد طبعا سيزون مهم، سيزونين بعد اخفاق محلي ما كانش احسن حاجه للفريق، بس ده طبيعي بعد فريق كان بيكسب كل حاجه، طبيعي يحصل دروب. فالسنه دي سنه مهمه بالنسبه لنا ان احنا نبقى مع بعض، ان احنا نحاول نكسب كل بطوله، نقاتل على كل بطوله. بس فطبعا مسؤوليه كبيره على كل لعيبه من اصغر واحد لاكبر واحد، فا ان شاء الله ان شاء الله الدوري يرجع السنه دي لبيته وربنا يكرمنا ان شاء الله. طبعا موسم ان شاء الله رب العالمين يبتدي ان شاء الله اول ماتش مع المقاولين، الحمد لله رب العالمين يعني المباراه كانت مهمه لينا، استعدنا بقى 3 شهور الحمد لله ادينا بشكل كويس. المدير الفني الاجنبي مستر فرناندو جرب كل اللعيبه، الحمد لله ادينا بشكل كويس، قدرنا نحسم المباراه لينا 3-0 الحمد لله، وان شاء الله بدايه خير ان شاء الله الموسم الجديد ان شاء الله، يعني نعوض بيه اخفاق السنه اللي فاتت وربنا يسهل ان شاء الله. عندنا بعض الاصابات برضك موجودة في الفرقة من لعيبة المنتخب، بقالهم فترة كبيرة من شهر 5 لحد شهر 10 كانوا موجودين مع المنتخب، عندنا 4-5 لعيبة مهمين بالنسبة لنا، إن شاء الله ربنا يكرم يعني إن شاء الله فترة بسيطة إن شاء الله يرجعوا لنا، إن شاء الله الفرقة تكتمل بإذن الله. إن شاء الله يعني الإصابات الحمد لله معانا جهاز فني محترم وجهاز طب محترم على مستوى، الحمد لله قادر يحتوي الإصابات، يعني إن شاء الله في خلال 2-3 أسابيع إن شاء الله يبقى الفرقة كاملة بشكل كويس، إصابات مش كبيرة يعني، بس هو إيجاد طبعا في لود من شهر 5 لحد شهر 10، 5 شهور بيلعبوا طبعا مستوى عالي في احتكاك كبير، حصل بعض الاصابات، بس ان شاء الله رب العالمين زي ما قلت لك ان شاء الله 2-3 أسابيع يكتمل بشكل كويس ان شاء الله، وان شاء الله يعني جميل النادي الاهلي، بطمنهم اشوف فرقه ان شاء الله السنه دي بروح جميله ان شاء الله، بروح جديده ان شاء الله، بروح النادي الاهلي متعودين عليها ان شاء الله، زي ما قلت لك ان نعوض اخفاق ان شاء الله السنه اللي فاتت ونرجع تاني على مصر التتويج باذن الله. احنا الحمد لله يعني ابتدينا من شهر يعني 20/8 لحد الفتره ديت، طبعا كان اللود عالي طبعا عشان كان عندنا عدد كبير من لعيبه المنتخب في المنتخب طبعا فتره كبيره، يعني فتره العدد كانت قاسيه جدا وكانت مشوارها طويل يعني، الحمد لله رب العالمين اختتمنا اخر اسبوع دوت او اخر 10 ايام بمعسكر في اسكندريه، لعبنا وديات فيه الحمد لله ربنا وفقنا فيها، ادينا بشكل كويس، ادينا التعليمات، ادينا كل حاجه المدير الفني طلبها مننا، ان شاء الله رب العالمين زي ما بقول لك كده ان شاء الله ايه خطوه خطوه ان شاء الله. خدنا النهارده ماتش المقاولين، ان شاء الله عندنا يوم الثلاث ماتش مهم جدا مع بتروجيت، نقدر ان شاء الله نحسم يعني المجموعه لنا باذن الله واحده واحده، وان شاء الله لحد ما نوصل نهايه الدوري باذن الله. ورجال كرة الطائرة نفس الحال، نفس السيدات برضو هيبقى المباريات تصاعدية لغاية ما توصل البلاي أوف طبعا مع الزمالك، وغالبا بالشكل اللي أنا شفته كده دوري الطائرة هيبقى آخر دوري يخلص، لأنه ابتدى متأخر ويبقى فيه بطولات في النص، فزي السنة اللي فاتت نفس الوضع هتلاقيهم على هنخش في رمضان، وبعد طبعا رمضان جاي بدري، كل سنة وحضراتكم طيبين، السنة دي هيجي بعديها أنا أتصور ممكن يخلص شهر 6 بالبطولات الكتيرة بالدوري. بس الحقيقة شابوه اتحاد الكرة الطائرة بأمانة، إحنا ياما انتقدنا اتحاد الكرة الطائرة هنا للمصلحة، ولكن لما نلاقي اتحاد شغال لازم نقول له شابوه. النهارده المنتخب ده خد افريقيا، منتخب الطايره رجال وصل الاولمبياد، فالنهارده يبقى ده اتحاد شغال على طول، ولازم يعني نقول يعني كان في الاول في بعض التخبط، ولكن لما يعني هدوا شويه وبداوا ياخدوا يعني الكنترول وزمام الامور، لا الدنيا اتغيرت، شكل المسابقه اتغير، والدنيا لا بامانه احنا حقانيين بصراحه، وبنحاول نكون كده
مش يعني مش دايما بنشوف من منظور واحد، ولكن اتحاد الكره الطائره لغايه دلوقتي شابوه يعني. ولو خدوا قرارات يعني جانبها التوفيق هنهاجمهم، مش هنهاجم يعني من باب المهاجمه، لا هننتقد ونقول يا جماعه لا ده غلط للمصلحه. هنروح للسكواش الاهلاوي مصطفى عسل، طبعا كان بيلعب بطوله سنغافوره، كان بيلعب في ماليزيا الاول وبعد كده خد تاني وبعد كده راح سنغافوره وكان بيلعب بطوله سنغافوره المفتوحه، كسب اول مباراه ليه مع بطل الهند، طلع بعد كده لاعب ديجو الياس لعيب مصنف يمكن الثاني او الاول دلوقتي على العالم، اصطدم بيه في دور قبل النهائي لم يوفق، خد ثالث البطوله. مش وحش مصطفى عسل، ماشي كويس بعد الايقاف، وخد ايقاف 6 أسابيع تقريبا يا جماعه، تقريبا 6 أسابيع او 8 أسابيع خد ايقاف، طبعا ده اثر عليه بعد عن الماتشات. هو دلوقتي بيشتغل على نفسه عشان يرجع، محتاج شويه تركيز بس شويه توفيق وهيرجع تاني يكتسح بشكل قوي جدا. مصطفى عسل، مصطفى عسل كان وصل للتصنيف العالمي، هو دلوقتي ثالث العالم، وكان اول مباراه ليه في البطوله دي بطوله سنغافوره المفتوحه، كان مع سوراف جوسال اللاعب الهندي وفاز عليه، ولكن ديجو الياس مش لعيب لازم تروح له. ديجو الياس ده نفسي بس ده ديجو الياس لازم تروح له وانت فورمه ما حصلتش. يا هو من بيرو على فكره فيها سكواش كويس. البيرو في ديجو الياس لازم تروح له وانت واقف على رجلك كويس قوي، لانه انت لو مش واقف على رجلك كويس قوي هتخسر. وعلى فكره مصطفى عسل علم على ديجو الياس ده كتير قوي، يعني كان عقدته مصطفى عسل، فمعلش مره كده من نفسه، فمن نفس ديجو الياس يعني. انما ان شاء الله يقدر يعوض مصطفى عسل في البطولات اللي جايه، يجمع نقاط اكتر، وهو يعني ثالث عالم دلوقتي، واتصور ان شاء الله ان هو يعني هيقفز على التصنيف العالمي باذن الله قريبا بهذا المثبات المستوى يعني. هنروح لكره الماء دايما احنا بنتابعها معاكم وبنجيب اخبارها، لانه في النادي الاهلي في الاربع سنوات اللي فاتوا حصل طفره كبيره جدا. عندنا فريق 2006 ده فريق تحت 17 سنه كان بيلعبوا الزمالك، فازوا 15-6 15-6 في كرة الماء، ده سكور كبير قوي. خلي بالكوا كرة الماء ممكن تخلص الماتش 5-3 4-3 لان الكرة بتتنقل في المية بصعوبة، وده طبيعي انت بتعوم غير لما بتجري. فالنهاردة لما فريق 17 سنة يفوز على الزمالك بالنتيجة دي، لا يبقى فيه يعني تفوق واضح 15-6. طيب فريقنا الفريق ده بالذات اللي بنتابعه لانه متصعد منه لعيبه كتير في الدرجه الاولى، وده النشاط اللي موجود دلوقتي في كره الماء او الفرقه اللي بتلعب دلوقتي، فجبنا اخبار فريقنا هتلعب او فريق ده هيلعب الماتش اللي جاي مع نادي الشمس يوم الثلاثاء اللي جاي حمام سباحه نادي هليوبلس. دي طبعا بطوله الجمهوريه على فكره، دي بطوله الجمهوريه. مين الجهاز الفني والاداري للفريق؟ كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، وكابتن محمد فاضل نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير الجهاز، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز، وارون ريجوس مدير قطاع الناشئين، وعمرو فرج الله ومحمد ابو زديره مدربي مرحله 2006، وسيف ممدوح مدير اداري، وحازم خالد اداري، وسامح العشري مدير اداري القطاع التعليمي، واحمد اكرم اخصائي تاهيل واصابات، وباسم زينهم مدرب حراس مرمى، واحمد الحفناوي معد نفسي. دول الجهاز الفني او اللي بيمثلوا او اللي بيرعوا هذا الفريق من الجهاز الفني من كرة الماء. كل التوفيق طبعا لألعاب الماء عامة في النادي الأهلي. كده نكون خلصنا الحقيقة أخبارنا في داخل جدران النادي الأهلي، هنروح محليا. وكنا اتكلمنا مع ضيوفي في الحلقة اللي فاتت طبعا، الناقد الرياضي الأستاذ أحمد رشاد والناقد الرياضي الأستاذ محمد ناجي، عن قرعة أفريقيا لكرة اليد، وحللناها حتى بعد الهواء قعدنا مع بعض وحللناها وشفنا يعني ممكن يكون ايه المحتمل. فغالبا بنسبه كبيره لقاء مصر وتونس هيكون في قبل النهائي، وهنحللها مع حضراتكم ونقول لكم ليه. طب البطوله دي هتتلعب امتى؟ هتتلعب من 19-29 يناير. هتتلعب فين؟ هتتلعب في مصر الحبيبه طبعا ارض الكنانه، هتتلعب في صاله رقم واحد، الصاله المحبذه دائما ابدا لفريق كره اليد. قول لي اعمل صالات كتيره جدا، ولكن طبعا ده الدكتور مدحت البلتاجي مدير تنفيذي الاتحاد الافريقي، ومنصور اريمو اللي كان قبل كده طبعا ابراهيم المصري راح ممثل ككابتن الفريق، وطبعا منصور اريمو رئيس الاتحاد، دي القرعه، وكابتن ياسر لبيب اهو رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. دي كانت في القرعه اللي اتعملت الاسبوع اللي فات، وكانت وقت احنا يوم الاربعاء وقت ما كنا هوا مع حضراتكم وجبنا لكم نتيجه القرعه، بس دي صور منها يعني. طيب خليني اقول لكم احنا ليه بنقول كده. بنقول ان مصر وقعت في المجموعه الثالثه مع غينيا الكاميرون كونغو برازافيل، هنطلع اول باذن الله. طيب تونس وقعت مع مين؟ وقعت مع انجولا في المجموعه، غالبا تونس اول، انجولا تاني، احنا هنرد على المجموعه دي.
فهنلاعب مين؟ هنلاعب غالبا انجولا في دور الثمانيه، ونرجع نرد بقى في القرعه على تونس، على اللي هيفوز في الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه معانا هي تونس. طيب خليني استعرض مع حضراتكم الاربع مجموعات، لان هم اربع مجموعات في اربعه ب 16 فريق. المجموعه الثالثه قلتها لحضراتكم اللي فيها، والمجموعه اللي فيها مصر قلتها لحضراتكم، هقول المجموعات الباقيه بقى. المجموعه الاولى فيها كاب فيردي الراس الاخضر، الكونغو الديمقراطيه، زامبيا، رواندا. المجموعه الثانيه اللي هي مصر اللي قلت لحضراتكم عليها، مصر، غينيا، الكاميرون، الكونغو، برازافيل. المجموعه الثالثه المغرب، الجزائر، الجابون، ليبيا. ده المجموعه الثالثه. عندك بعد كده المجموعه الرابعه، تونس، انجولا، نيجيريا، كينيا. الثانيه بترد على الرابعه، عشان كده بقول لكم ان احنا هنقابل غالبا تونس في قبل النهائي. اصحاب المراكز الخمسه الاولى في امم افريقيا هيتاهلوا لبطوله العالم اللي جايه، واللي هتكون بدايه 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج. ومش طبعا بفكر حضراتكم ان بطوله العالم اللي اتلعبت في مصر 2020 دي كانت اخر بطوله هتنظمها دوله واحده. وعلى فكره بقى الاتجاه العالمي كله ان مش اكتر من دوله تنظم بطوله العالم، ما يبقاش دوله واحده، وده اتجاه يعني ممكن يكون لنشر اللعبه وخلافه يعني. كاميرتنا كانت موجوده في قلب القرعه اللي جبنا صور منها، صورنا التقييد، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. احنا طبعا دي قاعد البطوله المؤهله لاولمبياد باريس 2024، كلنا امل وطموحات، واحنا كل الجهات المسؤوله دعمتنا في هذا الامر، الوزاره وطبعا الاتحاد الافريقي وكل المحيطين بينا والاتحاد الدولي، ان احنا قدمنا ملف استضافه والحمد لله تم استضافتها في مصر لاهميتها، لانها هي بياخدوا فقط الاول في البطوله، هو المؤهل الاول الوحيد بس، هو المؤهل بشكل مباشر للبطوله، لبطوله الاولمبياد. فطبعا ليها احنا في كره اليد بنحاول نقدم افضل ما يمكن بجهود المحيطين بينا وبجهود لاعبينا وبجهود الانديه، لان الانديه هي العامل الاساسي الاول في اعداد لاعبي منتخباتنا. البطوله 26 طبعا للامم الافريقيه رجال، المره دي يعني ليها اهميه خاصه، بتبقى كل اربع سنين، لان الفائز بيتاهل مباشره للاولمبياد، والثاني والثالث بيلعبوا الملحق، فدي تاهيل اولمبياد. بالاضافه ان هي كل بطولات الامم الافريقيه بتبقى مؤهله لبطولات العالم. بطوله العالم اللي جايه طبعا في 5 يناير 25 كرواتيا والدنمارك اظن، فدي برضو هنأهل خمس فرق. فلما بيبقى في تصنيف للفرق الافريقيه في التصنيف الدولي بيعمل ميزه للافريقيا بحيث يشارك اكثر عدد. يمكن بطوله العالم اللي كانت في مصر في 2021 سبع فرق افريقيه شاركوا، لان مصر منظم ومصر كانت في الرانكينج، وخمسه يعني سبع فرق افريقيه كانت حاجه يعني جميله جدا. اولا قبل ما نتكلموا على انها مؤهله للالعاب الاولمبيه ولا بطوله العالم، اول مره يكون 16 منتخب، 16 منتخب في ثلاث اصناف، في منتخبات مستوى عالي وفي منتخبات متوسطة وفي منتخبات واعدة، مش ضعيفة، واعدة. والفرق أنه حتى القرعة ما ساعدتش شي في المجموعة الثانية يلعبوا في الدور الثاني المجموعة الرابعة، يعني ضرورة أنه مصر وتونس يكونوا في الربع. أولا أحب أشكر الاتحاد المصري مثلا في الدكتور محمد الأمين وكابتن عمرو صلاح اللي دعوتهم ليا في البطوله ديت في القرعه. طبعا زي ما تعودنا دايما احنا منتخباتنا بتلعب دايما على المركز الاول في خاصه في بطوله افريقيا، واعتقد ان شاء الله ان احنا نكون يعني حظوظنا كبيره جدا في التاهل لاولمبياد باريس. طبعا احنا عارفين ان كره اليد غالبا ما بتبقى يعني قوتها متمركزه في الدول شمال افريقيا، بس هو الجديد عليها الراس الاخضر، دي فرقة طبعا فرقة كويسة، ويمكن في البطولة الأخيرة حققت إنجاز كويس، فدي هي اللي هتبقى يعني أعتقد المنافس الأكبر في البطولة ديت. بس لكن غير كده أنا شايف المستويات كلها قريبة ما عدا تونس والجزائر والمغرب. القرعة متوازنة جدا، الفرق كويس متوزعة كويس،
بطولة افريقيا دي صعوبتها ان هي مؤهله للاولمبياد، بياخدوا فريق بطل واحد. ف يعني انا شخصيا مش فارقه العب مين في المجموعه او في دور الثمانيه او في سيمي فاينل والفاينل، لان هو هياخدوا بطل واحد. فلازم عشان نصعد اولمبياد لازم ونستحق او نشرف مصر وكل لعيب ده الحلم بتاعه، لازم يكسب كل الفرق. ف يعني شايف يعني مجموعات متوازنه، ممكن بس الغريب شويه ان احنا كنا بنلعب تونس دايما في الفاينل، بس المره دي هنلعبها في لو الامور مش طبيعيه هنلعبها في السيمي فاينل. بس زي ما قلت لك كان لازم نلعب تونس ونلعب الجزائر وانجولا، فيعني هي بس ترتيب الماتشات مختلف، بس هي ده الفرق. يعني كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. هنروح للخبر اللي بعد كده. روي رانا مدير الفني لكره السله الكندي اللي نجح يأهل منتخب مصر او يكون السبب كمدير فنيا للمنتخب انه يتأهل بيه لكأس العالم، اعلن رحيله عن منتخب مصر. طب ايه الاسباب؟ هو اعلنها انه لم يصل الى اتفاق مع اتحاد السله، وده كان بسبب انه بيدرب احد الفرق اليابانيه ورفض انه يسيبها مقاطعه في اليابان هو بيمرنها. فالاتحاد السله طلب منه ان يبقى متفرغ ولكن رفض. طيب زي ما احنا برضو بننتقد اتحاد السله في قرارات كتيره، لازم نقول برافو اتحاد السله بجد. ليه بقى؟ اولا روي رانا انا فاكر كويس قوي السنه اللي فاتت فاجئ الكل انه راح اتعاقد في اليابان، وهو كان قايل ده، بس طبعا حط الاتحاد في مأزق، يا يعني يستغنى عنه في وسط التأهل لكأس العالم يا يعني يوافق على الوضع ده. واحنا في برنامج الابطال ما كناش موافقين بالوضع ده. مدرب منتخب مصر دوله بحجم مصر لازم يبقى متفرغ. يعني هل يعقل النهارده ان الراجل مدير فني منتخب مصر كره القدم الاقيه ماسك فرقه مثلا؟ ما ينفعش. ده مصر دوله كبيره افريقيا وكبيره عربيا وكبيره عالميا، النهارده تأهلت كاس العالم، مع احترامنا ليه لو هو احسن مدرب في العالم، بس ما تفرغش. ده روي رانا ما تفرغش المنتخب مصر، شكرا هنشوف البديل. طيب الحاجه اللي عايز اقولها لكم انه منتخب مصر نجح للمره السادسه انه يتأهل لكاس العالم على ايده، وكان عامل نتائج كويسه وشكل كويس، وبالامانه عمل شكل كويس كاس العالم. ولكن النهارده انت بتتحط في وضع محرج. هو بيقول لك يا انا اكمل واكمل معاك سنه او سنتين كمان بالشكل ده. طبعا يعني ده بيحط الاتحاد في شكله. طيب مين ابرز المرشحين؟ في سيفيهات مدربين اجانب، وبعد مشاركتها في كاس العالم اكيد فرق كتير مدربين اسم كبير عايزين يجوا، وفي ثلاث مدربين مصريين مطروحين. ثلاث مدربين، اجيب لكم الكواليس بقى، في ثلاث مدربين مش مصريين، ثلاث مدربين جوه مصر مطروحين. رقم واحد مستر اجوستي بوش طبعا من النادي الاهلي، عندك اشرف توفيق، عندك كابتن اشرف توفيق طبعا، عندك كابتن عمرو ابو الخير. الثلاثه موجود، الاسامي دي موجوده، ما فيش دخان من غير نار. طالما الدنيا اتسربت كده يبقى اكيد المواضيع كده. مستر اجوستي ملتزم بعقد مع النادي الاهلي، وهو راجل يعني، فانا اتصور ممكن يكون اقرب لو هم راحوا لحد مدرب مصري هيكون كابتن اشرف توفيق او كابتن عمرو ابو الخير. كابتن عمرو ابو الخير ماسك فريق 2007 دلوقتي وطلع بيه كاس عالم، ممكن يستعينوا بيه في الفريق الاول، خاصه ان انت عندك بطوله جايه قريب، عندك بطوله مع المنتخب تقريبا، بطوله عربيه متهيألي مش فاكر، كمان شهر بطوله عربيه، بطوله عربيه جامده قوي، عندك الاردن ولبنان اقوى منك. فانت لو ما كنتش رايح فت، انت كسبت الاردن هناك في بطوله دبي اخر ماتش، وكسبت لبنان بس اسف، وكسبت لبنان في كاس العالم بس اسف، الفرقتين جامدين، لو انت ما رحتش واقف على رجلك هتخسر. فالنهارده انت عندك بطوله كمان شهر، اتصور ان اقرب اثنين يا اشرف توفيق عمرو ابو الخير. طب انت رايك ايه يا هيثم؟ يعني لو انت اتكلمت بقى يعني ممكن يكون عمرو ابو الخير. ليه؟ لان كابتن عمرو ابو الخير ماسك رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد الاسكندري، فما عندوش التزام مع فرقه في الدوري، انما اشرف توفيق عنده التزام في الدوري مع الاحتفاظ طبعا. كابتن اشرف توفيق مدربي وعلى راسي من فوق، ومن المدربين انا كنت احب اتمرن معاهم جدا جدا، لانه تمرينه طف وقاسي وابيض واسود. فهو ملتزم مع سبورتنج، انما كابتن عمرو ابو الخير ما عندوش التزام، فممكن هو اللي يقود. وخليكم فاكرين كلامي ده وخدوا سكرين شوت. طيب هنروح للخبر اللي بعد كده. عندنا المحلي هنروح للسلاح، خبرين معانا في السلاح في منتهى الروعه. اول خبر، محمد ياسين يحصد فضيه كاس مونديال سلاح سيف المبارزه بجورجيا. محمد ياسين لاعب منتخبنا الوطني للسلاح حقق الميداليه الفضيه في بطوله كاس العالم لسلاح السيف المبارزه تحت 20 سنه، واللي اتلعبت في جورجيا في الفتره من 18 لحد 19 نوفمبر اللي احنا فيه. ياسين حقق الميداليه الفضيه ده بعد خسارته قدام بطل المجر بنتيجه 15-13. محمد ياسين كان بدا مشواره بالفوز في 5 ماتشات من اصل 6 في دور المجموعات، ودخل لها صعد لدور 128 على طول، وبعدها كسب بطوله بطل رومانيا بنتيجه 15-6، وفي دوري في دور ال 64 فاز محمد ياسين على بطل المانيا، وبعدين فاز على بطل اوكرانيا في دور ال 32، وبعد يعني مشوار صعب. وفي دور ال 16 فاز محمد ياسين على بطل ايطاليا، وبعدين فاز على اوكرانيا
تاني بنتيجه 15-5، وبعدين كسب قبل النهائي بطل ايطاليا بنتيجه 15-12. الله اكبر يا ابني عليك، الله اكبر يا محمد ياسين عليك. الاتحاد السلاح ولعبه السلاح عامله عظمه. خبر تاني يخص السلاح، مصر تحصد برونزيه مونديال ناشئي سلاح السيف بتونس. 1000 مليون مبروك لعبه السلاح المصري، بجد بيعملوا عظمه. يا رب يوفقكم يا سلاح في اولمبياد، انا هبقى اسعد واحد لان انا متابعكم وعارف انتوا بتعملوا مجهود قد ايه، وعارف اللعبه دي تستحق ميداليه. منتخبنا الوطني الناشئ سلاح السيف حقق برونزيه بطوله كاس العالم تحت 20 سنه، واللي بتتلعب في تونس في الفتره من 18 اللي اتلعبت في تونس من 18 لحد 19 نوفمبر اللي احنا فيه، المنتخب حقق برونزيه بعد فوزه على نظيره الفرنسي 45-41. المنتخب كان بدا مشواره بالتاهل مباشره لدور الثمانيه، وبعدين كسبنا منتخب المانيا بنتيجه 45-40، وبعدين خسرنا من رومانيا في قبل النهائي بنتيجه 37-45، بعد ما كسبنا فرنسا في ماتش تحديد الميداليه البرونزيه بنتيجه 45-41. المنتخب يضم اربع لعيبه لازم نقولهم ونحييهم من هنا، احمد هشام، زياد نوفل، ياسين خضر، ادهم شلبي، وبيدرب المنتخب الكابتن القدير جمال عبد اللطيف. يا جماعه السلاح بيعمل حاجه كويسه قوي، وبقول لكم ودايما هفضل اقول حتى لو اللعبه دي ما بتتلعبش جوه النادي الاهلي، انا لاعب مثل منتخب مصر وعارف يعني ايه قيمه قميص منتخب مصر. والله انا عايز اقول لكم لما بقول اسم منتخب مصر بس في اي لعبه انا جسمي بيقشعر، لان فعلا انت يعني ايه تحمل لواء، انت مش الناس مش متخيله يعني ايه انت البلد فوضتك. ما انت ده تفويض، انت النهارده لما اجيبك البسك تيشيرت منتخب مصر يبقى البلد فوضتك كلاعب في اللعبه دي، انت بتمثل ال 110 مليون، فده شرف كبير. انت وراك ملايين، حتى الملايين دي ما تابعتكش، يعني ما كانوش عارفين حاجه عن الماتش بتاعك، بس ده شرف. فالنهارده حتى لو اللعبه دي ما بتتلعبش جوه النادي الاهلي، احنا هنتبنى اللعبه دي وهنقف وراهم وهنحط ونجومهم هيبقوا معانا هنا وهنحط الضوء عليهم وهنتكلم عنهم وهنستضيف وهنحتفل بيهم، لان هو ده الشرف الاكبر ان مصر تاخذ ميداليه في اي محفل عالمي او افريقي. كل الكلام اهلي زمالك، كل الكلام اللي بيحصل ده حلو، احنا اهلاويه وبنشجع الاهلي، ولكن اول ما بيذكر اسم منتخب مصر بننسى انتماءاتنا مباشره. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونستقبل تيتيانا بوكان لاعبه المحترفه للكره الطائره سيدات اللي هتكون موجوده معانا بعد الفاصل. هنتكلم معاها عن كل شيء زي ما بدانا الانترو بالكلام عن المحترفين. الفقره او النصف القادم من حلقتنا هيكون الكلام مع تيتيانا، وهنتكلم معاها عن كل شيء بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه طبعا برحب بلاعبتنا المحترفه في صفوف الفريق الاول لكره الطائره سيدات تيتيانا بوكان. تيتيانا برحب بيكي في قناه النادي الاهلي. Thank you so much for inviting شكرا جزيلا me على استضافتي هنا. I would like to say hi to انا اود ان احيي جميع جماهير الاهلي. في البداية محتاج استعرض معاكي تاريخك، السي في بتاعك زي ما بيقولوا، الاندية اللي لعبتيها، لعبت الكام نادي في اوروبا، لعبت كام سنة المنتخب مونتينيجرو كلاعبة فيه، ايه ابرز البطولات اللي حصلت عليها، يعني عرفي جمهور النادي الاهلي اكتر عنك. اوكي. First of all, I'm في البداية 36 years old. That means that my CV انا بدأت وأنا عندي 6 سنوات، فبالتالي السي في الخاص بي هو مسيرة طويلة. أنا بدأت مع منتخب مونتينيجرو. أنا أحاول كثيرا أن أشرح أن أين هذه البلد في أوروبا للكثير. هي بلد قريبة من صربيا أو يوغوسلافيا سابقا، الجبل الأسود الآن. أنا لعبت في حوالي 16 نادي في لعيب من البلاد، في لعبت في اسيا، في اوروبا، في اسيا لعبت في اليابان، في الصين، في اندونيسيا، في الفلبين، وفي اوروبا لعبت لناديين في ايطاليا وناديين في فرنسا وفي المانيا، ولعبت في اذربيجان، في بولندا، في المجر، والموسم الاخير لعبت في الجبل الاسود، لعبت في بطوله الدوري وايضا في صربيا. طيب ابرز البطولات اللي انت لعبتيها او اللي فزت بيها خلال تاريخك يا تيتيانا؟ The best championship أفضل بطولة هي الدوري الإيطالي. That is the best championship. هي أفضل بطولة خطها في أوروبا. Then the best clubs I joined وأفضل الأندية هي
كان في فرنسا. كنا الأبطال الدوري في فرنسا وكنا على بعد خطوة واحدة للفوز بالدوري الأبطال. وأيضا كنا أبطال في ألمانيا وفي اليابان أيضا. They were even like other clubs, like really good. وأيضا باقي الأندية هي جيدة وأندية مستوى جيد في هذه البلاد التي لعبت فيها. طبعا واضح ان انت لعبتي في أندية كبيرة في أوروبا وفي آسيا ودول فيها الفولي بول متقدم جدا، ودي حاجة جيدة ان انت يبقى عندك سي في كبير كده ويديكي خبرات اكيد هتنقليها للنادي الأهلي اكيد خلال هذا الموسم. بس عايز اتكلم على المستوى الشخصي، هل حصلت على كؤوس مثلا او القاب شخصيه كافضل لاعب مثلا كافضل بوزيشن فور في احد البطولات؟ هل في القاب فرديه تتذكريها وكون قريبه او انت يعني فخوره بيها خلال مسيرتك اللي فاتت؟ اكثر لقب فخوره به هو كنت افضل لاعبه في فرنسا 2012 في 2012 و 2013 كنت افضل حاصدة نقاط في فرنسا. انا فخورة بهذا لان في سنواتي الاولى انا كانت من اوائل سنواتي ان العب خارج البلاد. كنا من قبل مع صربيا دولتين ولكن الان هذا هو أفضل لقب حصلت عليه وأكثر لقب فخورة به. يعني ده كان تعريف سريع لأن يمكن جمهور النادي الأهلي محتاج كان يعرفك أكتر وكان يعرف تاريخك أكتر، ومهم نعرف أنه قد إيه خبراتك، ومنتظرين إن شاء الله منك أن أنت الخبرات دي للفريق وكوني إن شاء الله السنة دي معاها مؤثرة بإذن الله ونفوز ببطولة الدوري والكأس. طيب هروح للنادي الأهلي، عايز أبتدي إزاي المفاوضات تبتدي مع النادي الأهلي؟ يعني إمتى أول يوم جالك تليفون وقال لك أنت النادي الأهلي يكلموني وعندك فرصة تلعبي مع النادي الأهلي؟ إمتى ده حصل وكان التليفون من مين؟ my manager of course. وكيل أعمالي اتصل بي وقال الكثير عن عن الرياضة في مصر خصوصا كرة الطائرة. لقد عرف أني كنت على وشك أن أعتزل اللعبة لظروف اعتزلت اللعب دوليا منذ عام 17 عاما ألعب في منتخب الوطني. في الحقيقة كان لدي بعض الظروف العائلية مع والدي. لم أكن أظن أني سأكون جاهزة للعب كرة الطائرة مرة أخرى في هذا الوقت، ولكن بعدما فكرت هو أن ألعب بعض الأشهر في إندونيسيا، ولكن الموسم بدأ متأخرا سيبدأ متأخرا، فبالتالي جاء لي عرض من أوروبا بعد ذلك. وفي شهر 7 جاء لي مدير أعمالي وقال لي لدي عرض من أوروبا ولكن الدوري في مصر سيكون طويلا. لكن الآن الأمر أسألت أي نادي، قال لي أنا لدي عرض من النادي الأهلي، كان لدي عرض من نفس النادي في 2019 ولكن المفاوضات لم تنجح. أنا قلت له سأتخذ قراري، ربما هذا الوقت لأفوز بدوري بطولة جيدة وأفوز بدوري أبطال. أنا حاولت أن أفوز بهذه البطولة مع الأندية الأوروبية. كلمك المانجر بتاعك وقال لك أنه جاي لك فرصة من النادي الأهلي، كنت تسمع عن النادي الأهلي قبل كده ولا دي كان أول مرة تسمع اسم النادي الأهلي؟ كما قلت في 2019 أنا سمعت عن الأهلي، جاء لي عرض من الأهلي ولكن لم أكن أعرف كل شيء عن النادي.
لم أكن أعلم. حينما تحدثت مع مدير أعمالي أول شيء أخبرني هو أن النادي رقم واحد في أفريقيا وأن هذا شرف كبير أن أنضم لهذا النادي الأكبر نادي في أفريقيا. أنا كنت سعيدة جدا أنني سأكون جزءا من هذا الفريق في هذا العام، فأعتقد أن هذا شيء جيد نخطط له، وأتمنى أن أفوز ببطولة أفريقيا مع الأهلي. بدأت تعرفي ازاي عن النادي الاهلي؟ هل دخلتي عملت سيرش بدأت تقري؟ طبعا المفاوضات كانت من 2019 وما كملتش، وبعد كده اتفاوضات تانية الحمد لله كملت. طيب بدأت تعرفي ديتيلز اكتر عن النادي الاهلي ازاي وعن مصر بصفه عامه؟ انت جاي تتنقلي في بلد افريقي ميدل ايست، مصر معروفه، ولكن كنت محتاجه تعرفي تفاصيل اكتر، عرفتيها منين؟ I didn't want to know anything. لم أكن أريد أن أعرف أي شيء في البداية. أنا صادقة. أنا أحب أن حتى مع الناس أحب أن أعرفهم وأحكم عليهم، أتعامل معهم. فبالتالي you wanna see by yourself everything. Yeah, I wanted to explore. I never been. أود أن أستكشف. أود أن أعرف الأمر بنفسي. أنا أتيت إلى مصر. مصر بلد كبيرة والقاهرة مدينة كبيرة. أنا أردت أن أستكشفها وأن أزور الأماكن، وبعد ذلك أقرر بالطبع أبحث في الإنترنت المحلي، ولكن أنا قررت أن أقابل الناس. أنا سمعت أن الناس هنا طيبون جدا، وأنا اكتشفت ذلك أنهم ودودون جدا. أنا أحب الفتيات في فريقي. أنا أشعر شعور جيد بوجودي هنا. يعني انت بقالك دلوقتي تقريبا هتقربتي على الاربع شهور، كلميني عن الفرقه، يعني هل خدتي على الفرقه، يعني دخلتي جوه الاتموسفير بتاع الفريق، حسيتي ان خلاص ان بقيتي جزء من هذا الفريق، يعني عديتي المرحله الاولى لاي لاعب، ولا لسه حاسه ان انت محتاجه وقت تخشي مع الفريق اكتر يبقى فيه هارموني اكتر مع الفريق؟ I think I got used to. أعتقد أنني اعتدت على هذا الأمر. لم أقل ذلك من قبل، ولكن الفتيات ساعدوني كثيرا. واعتبروني كجزء من العائلة. الفريق في الواقع الفريق يعد عائلة. يوجد الكثير. هم الفتيات كبروا معا ولعبوا معا لسنوات عديدة. والآن أستطيع أن أقول أني أشعر بخير هنا. أنا اعتدت على سعيد اللعب هنا. وسعيد أن أنا يعني حاسس ان ده هيكون ان شاء الله اضافه للفريق، وان انت هتبقى على المستوى ان شاء الله او طموحات جمهور النادي الاهلي. خليني اروح لمستوى الدوري. احنا لعبنا اربع مباريات حتى الان، حكمك ايه على مستوى الدوري؟ وهل سمعتي عن الفريق المنافس بتاعنا التقليدي الزمالك ولا لا؟ Since day one. Yes. نعم أعرف. أنا أعرف عن الزمالك، ولكن من الفتيات في النادي أنا أو من الناس في النادي يتحدثوا عن أعرف كثير عن الزمالك. أنا أعيش في منطقة الزمالك، ولكن بالطبع أعرف من مدير أعمالي أن هناك صراع كبير بين الأهلي والزمالك. ديربي everywhere. هي مباراة الديربي بين الأهلي والزمالك. I have feelings about that game and I'm أنا لدي بعض الشعور الخاص بخصوص هذه المباراة. That I gonna get chance to play that. أنا أتطلع للفرصة للعب في هذه المباراة. It's not high level. It's not high level. The games we played till now they were like أعتقد أن المباريات حتى الآن لم تكن في أعلى مستوى. شمس. نحن نريد المزيد من المباريات. مثل آخر مباراة لعبناها ضد الشمس كانت مباراة أفضل. أعتقد أن بنهاية الموسم سنجد مباريات الأكثر أهمية في الآخر. نهائي دوري الأبطال، نهائي الدوري، نهائي الكاس. فبالتالي هناك الكثير من المباريات المهمة بنهاية الموسم. أعتقد أن الأربع مباريات استمتعت بها جدا. طيب محتاج أتكلم معك عن تدريبك، تمرينك اللي بتتمرنيه كل يوم. أنت بتتمرني على فترتين،
كلميني مثلا من اول ما بتصحي من النوم، بيبقى تمرينك الساعه كام؟ بتاخدي وجبه الغداء مثلا الساعه كام؟ الفطار الساعه كام؟ تمرينك بيبقى بالليل الساعه كام؟ يعني كلميني عن يومك او يوم كامل في النادي الاهلي. Since day one I got agreement with the coach and انا حصلت على موافقه من اتفاق مع المدير الفني ان يسمح لي ان اتمرن مرتين في اليوم اتمرن مع الفريق وهو كان متفتح لذلك ان هذا جيد لي there is a different style of work. لأن هذا أسلوب مختلف من العمل. لم يكن هناك أي مشكلة. أنا أحافظ على لياقتي بعد الظهر. تمرينك الصبح مورنينج بيبقى الساعة كام تقريبا؟ from 10 to 12 من الساعة 10 حتى الثانية 10. بتفطري الأول قبل ما تروحي التمرين ولا بعد ما ترجعي من التمرين؟ تيتيانا. I have breakfast and I have نعم أنا أفطر أولا وبعد ذلك أتمرن وبعد ذلك أتناول وجبة الغداء وبعد ذلك أتمرن تمرين خاص بكرة الطائرة home sweet home. وفي النهاية أحظى ببعض النوم. أعتقد أن هذه حياة نوعا ما مملة. أعتقد أن كل يوم شبيه بالآخر. اجازتكم بتبقى يوم الثلاث، انا عرفت كده ان انتوا بتاخدوا يوم واحد راحه، اتكلمنا يعني بره الهواء انه يوم واحد يوم الثلاث هو ده الاجازه الوحيده اللي بتحصلوا عليها. طيب عايز اسال سؤال كمان، انت بتقولي ان انت بتاخدي بريكفاست الاول الصبح وبعد كده لانش وبعد كده دينر. طيب انت اللي بتجهزي اكلك بنفسك ولا بتطلبي الاكل جاهز؟ لان هو بتعتمد من لاعب للتاني ودي تفرق كتير. هل انت بتجهزي الاكل، انت بتطبخي كويس، بتجهزي الاكل لنفسك ولا بتطلبي الاكل جاهز؟ I'm good in a kitchen. أنا جيدة في المطبخ. Here I'm eating in restaurants. ولكن هنا آكل في المطاعم. Because there like I like a lot of like veggies and أنا أحب الكثير من الخضروات. أنا آكل خضروات. All those fresh. وأحب أن أتناولها طازجة. فبالتالي من الشائع أن أذهب إلى المطاعم وأستكشف الطعام بنفسي. أنا في الأيام الأخيرة ملت للأكل الهندي وأحببت ذلك. طيب يعني لعيبة كتير محترفين بيجوا بيحبوا الأكل المصري وبيتأقلموا معاه، هل أنت بدأتي ده؟ هل أنت حبيتي الأكل المصري ولا لسه محتفظة بطريقة الأكل الأوروبية وما جربتيش لسه الاكل المصري بشكل كبير؟ Yes I tried. انا جربت الاكل المصري. They're like wait okra. Yes. Okra with meat. Yes. Then انا جربت بعض الاكل المصري. I always forgot with the green ورق عنب. Yes. Probably with rice inside, even with paprika. Yes. And yes. Aubergine. You like it? Yes, I like it. It's kind of similar to Turkish food. And هذا الأكل مشابه بالأكل التركي وأنا جربته like منذ فترة. And yeah, there yes. is a lot نعم. of الكثير من الكثير من التشابه بين الأكل المصري. جربتي كشري قبل كده؟ كشري؟ I didn't try yet. لا لم أجرب حتى الآن. Because some of the girls they are always talking about kosheri. البعض من المجموعة أقول أن الكثير عن الكشري، ولكن والكثير سألني هل جربت الكشري؟ لا لم أجرب، ولكن أعد أني سأجربه في الأسبوع القادم، سأحاول أن أجرب الكشري. Let me give you advice، يعني خلينا أديك نصيحة إنه خلي جربيهم الاثنين عشان عندك تمرين الثلاثة مريح. okay or the day when I have like really hard practice because I heard that that is نعم سأفعل ذلك حينما يكون لدي تمرين قوي. Carbohydrates and energy calories يعني okay and if I like it then I'm gonna use it always the day before the game. سأكله في اليوم قبل المباراة. Game against Zamalek I'm gonna eat. حتى في المباراة قبل الزمالك سأكل كشري أول. طيب يعني زرت الأهرامات يعني مخططة لزيارتها ولا لا؟
Unfortunately, not yet. Yes. لسوء الحظ ليس بعد، ولكني أخطط ربما أزور الأهرامات في يوم الثلاثاء القادم. لم أزورها لأن كان الجو حار في الأيام الماضية، ولم أكن أريد أن أتعب في الأشهر الماضية أن أزور الأهرامات في هذا الجو الحار، ولكن سأفطر هناك يوم الثلاثاء وسنستمتع بوقتنا في الأهرامات. طيب، زرتي أماكن في مصر يعني بصرف النظر عن الأهرامات، هل روحتي أماكن تانية ولا ما روحتيش؟ Yes, I went نعم أنا ذهبت إلى الأزهر، حديقة الأزهر، وزرت القلعة. خان الخليلي. Yes. وزرت خان الخليلي. أنا أحب أن أستكشف المطاعم كذلك، المطاعم على النيل. زرت الكثير من المطاعم لأني أحب المطاعم النيلية لأكون قريبة من الماء. أحب أن أكون قريبة من الأماكن، مساحات الخضراء والنيل. زرت الكثير من الأماكن اللطيفة، ولكن يوجد الكثير والكثير الذي من الأماكن التي أود أن أزورها. هي أنا سعيد إني بسمع منك الكلام ده، وسعيد إن هو يعني إن في يعني الويلنج والرغبة عندك إن أنت تفوزي بالشكل ده. بس أستأذنك لازم نطلع لفاصل. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع لعبتنا المحترفة تيتيانا بوكان، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع تيتيانا بوكان لاعبتنا المحترفه بفريق كره الطائره سيدات. والحقيقه حطت نقاط كتيره في الحوار في الاول. شفنا قد ايه حجم السي في بتاعها الكبير، 17 سنه بتلعب في اوروبا واسيا في اكبر الدول، سواء فرنسا سواء ايطاليا، لعبت في كان الفرنسي، لعبت حتى مع الدوري الياباني وقد ايه هو جامد، الدوري الصيني قد ايه هو جامد، وعندها خبرات كتيره. ان شاء الله نتمنى انها تضيف للفريق اد فاليو. يعني بس اوريكم نوعيه اللعيبه اللي بيجيبها النادي الاهلي قد ايه بتبقى ليها سي في كبير. اتكلمنا معاها عن تجربتها مع الفريق وازاي كان سعيده جدا بالتجربه دي، وان هي بتتمرن بشكل فترتين صباحا ومساء. اتكلمنا معاها نقاط كتيره، هنروح معاها نقطه تانية مهمه تيتيان. بنتكلم عن كابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني. اكيد حصل بينك وبينه كلام تكنيكال يعني فني عن اللعبه. ايه ابرز التعليمات او التكنيكال انستراكشنز اللي بيقدر يديها لك اثناء التمرين، او المطلوب منك الدور المطلوب منك فنيا في المباريات؟ During the practice of course there are like خلال التمرين بالطبع يوجد okay, I have enough experience just to like realize what he's asking yes. for. أنا أنا أتابعه لأرى ماذا يريد بالتحديد وأرى ملامح واجهة لأرى ماذا يريد. فالجهاز الفني بالطبع أنا لا أعرف اللاعبات في البداية ولا أعرف اللاعبات الفرق الأخرى، ولكنه ينصحني دائما ويقول لي أي خطوة أخذها للهجوم، ويقول لي في أي لحظة أهاجم وأتابع وأن أستعد جيدا جيدا قبل المباراة. وبكيف نلعب لألا نفقد الكثير من النقاط، فهذه المعلومات مهمة جدا لي حتى لا نخسر بعض النقاط الغير ضرورية. اتوقع ان التعليمات الفنيه اللي بيديها لك مستر ابراهيم دي هتبقى في البدايه كتير شويه، لان انت ما تعرفيش زي ما انت قلتي اللاعبات اللي انت بتلعبيهم قدامهم، وده وضع طبيعي جدا. فلازم سيف تايم انه يقول لك، سيف تايم وسيف بوينتس كمان، انه يقول لك اللاعبات دي بتلعب ازاي، وانه ازاي تدافع عليها او حتى تهاجمي عليها ازاي. فده طبعا متوقع واجابه يعني اقرب ما يكون للواقع. بس عايز اروح بقى لنقطه ثانيه يمكن فاني شويه. البنات زمايلك في الفرقه علموكي كلام عربي؟ يعني بدات تتعلمي كلام عربي ولا لا؟ يس اي نو سم اوف ذم. اوكي، اعرف بعض الكلمات. قلبي حبيبي، قلبي حبيبي، جسوه قلبي قلبي. يس اوكي. اند حبيبي امبورتنت فور مي بيكوز، واكثر كلمه مهمه بالنسبه لي لاني كنت اعاني حينما اتيت هي اي سبوز تو جيت يوز تو اون ذم اند ذي سبوز تو جيت. من المفترض ان اعتاد عليهم واعتاد على الاجواء هنا، ولكن وان ثينج اي ريلي لايك فايند اوت اباوت ايجيبشن بيبل ان جنرال از هو اكثر شيء اريد ان استكشفه عن الناس. اي ام اولويز لايك اون ذا تايم ناو اي كم ايفن ايرليير. هو الوقت، الناس هنا الوقت هنا صعب، انا اتي دائما قبل موعدي.
ولكن الناس يأخذون وقت ليستعدوا لمواعيدهم. فجملة I have to be patient. أنا أود يجب أن أكون صبورة. وهي الصبر يا رب. الله الله الصبر يا رب. And then yes. since that day I'm using every day in هي أكثر كلمة أستخدمها يوميا. الله الله الصبر يا رب. في الشارع في صالة الألعاب البدنية. الجملة دي هتديكي باور إن أنت تصبري على حاجات كتير. سوري I didn't hear. الجملة دي هتديكي صبر. يس هتديكي صبر أكيد. نعم إنها تعطيني القوة لأتحمل. عايزين نتكلم عن بتخططي يعني انت دلوقتي عايشه بمفردك في 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 منطقه الزمالك وبتتنقلي تتمرني وترجعي لمكان اقامتك، هل بتخططي ان مثلا تدعي حد من عائلتك ان هو يجي فرصه يحضر معاكي المباريات ويزور كمان مصر ولا ده مش في مخططك خالص؟ Unfortunately for the moment لسوء الحظ حتى الان ليس ممكنا لان daughter of my brother ابنة اخي ستجري جراحة في شهر ديسمبر فبالتالي لن يستطيع ان ياتي الى هنا انا اخطط ان ازوره ان يزورني في شهر ابريل لان يوم ميلادي وايضا سادعو الكوتش ابراهيم وساستاذنه لأذهب في عطلة بعد البطولة لأرى عائلتي لأستريح لأشحن البطاريات لأستعد مرة أخرى وأكون مستعد ذهنيا للمباريات القادمة مباريات الكأس مباريات دوري أبطال أفريقيا أكيد أكيد أنت تحتاجي أكيد ده وخلينا برضو نتكلم عن المباريات المباريات عندنا اوقات بتتلعب لوقت متاخر يعني لعيبه كتير محترفين كانوا ممكن الموضوع ده مش بيناسبهم احنا في مصر عامه او في مصر اكيد انت عرفت ان احنا بنسهر يعني سليب ليت قوي فهل ده انت متاقلمتي معاه ان انت ممكن يعني في اوروبا بيناموا بدري هنا في مصر بنلعب ماتشات متاخر هل اتاقلمت على ده وده مسبب لك مشكله ولا لا نعم اعتدت على هذا في آسيا حينما كنت في الفلبين لأنهم لديهم لديهم وقت محدد في الفلبين ولكن في أوروبا من الساعة السادسة لا نلعب مباريات كرة طائرة في الليل ولكن نعم أنا اعتدت على هذا الأمر اعتدت أن ألعب مرتين في الأسبوع ليست هذه مشكلة بالنسبة لي ولكن المشكلة بدأت أعتاد عليها وهي أن المباراة تكون في الساعة الثامنة وبعد ذلك لدينا مباراة كرة سلة فالمباراة تتأخر بعض الوقت هذا أكثر شيء يزعجني قليلا لأني شخص أهتم كثيرا بالوقت ولكن اعتدت على هذا الأمر ولكن في إبريل لدينا لدينا مباريات ونحن في أثناء الصيام وأنا سمعت عن هذا من قبل ولكن لن تكون مشكلة الحقيقة أنت وفرت علي وقت لأن أنا كنت أسألك السؤال الجاي أنه في شهر مارس اللي جاي مش أبريل من مارش في شهر رمضان شهر رمضان إحنا بنفطر بعد المغرب السانسيت فده معناه أن المباراة هتتلعب 11 بالليل فكان السنة اللي فاتت بيبقى برضو وقت متأخر المباراة بتخلص 2 AM 3 AM فطبعا كان بيبقى وقت متأخر انت يعني ممكن تجهزي نفسك لكده ممكن تلعبي مباراة زي دي وتأدي ولا ده محتاج منك تدريب شوية قبلها ربما في فبراير سأحاول أن أعتاد على هذا الأمر ولكن في هذه اللحظة أنا لأن مارس اقترب ربما سيكون الأمر صعبا في البداية سأحاول أن أعتاد على الأمر لأنني أحتاج ذلك لأن في بلدنا أيضا لدينا مسلمين لدينا تعداد لدينا كثافة سكانية مسلمة ويصومون في رمضان وليس مسموح لهم أن يأكلوا حتى غروب الشمس وبالتالي الأمر صعب ولكن
ساعتاد على هذا الامر. احنا بس حبينا نسبق الاحداث او نسبق شويه ونتكلم معاكي في خصوص شهر رمضان لانه كان بالنسبه لنا سنة. بس اتصور ان الفيدريشن السنه دي هيغير النظام لانه كان في شكوى كبيره السنه اللي فاتت، فتصور الماتشات هتبقى بدري. انا مش عايزك تقلقي يعني، الموضوع هيكون اكيد افضل من كده. طيب عايز اسالك، اللوجو بتاع النادي الاهلي، لوجو النادي الاهلي، وانت يس وانت ماشيه في الشارع وانت بتركبي التاكسي وجايه على النادي الاهلي بتتعاملي مع الجمهور، اكيد بتقابلي جماهير النادي الاهلي واكيد جماهير نادي الزمالك مثلا، بيتعاملوا معاك ازاي؟ اوكي اي هاد حسنا تو كايند اوف اكسبيرينس. لدينا خبرتين سابقتين، بس اي ام فيسينج زمالك. انا اواجه جماهير الاهلي وجماهير الزمالك كذلك، لان I didn't have any like bad experience. ليس لدي أي خبرات سيئة أو مشاكل واجهتني مع الجماهير حينما ارتديت شعار النادي الأهلي في الشارع. لأن الكثير لأن الكثير من جماهير الزمالك يقولون أن لديهم قلب أبيض، فبالتالي هم يحبون الجميع. ولكن it's cute. هذا ظريف، ولكن لم أواجه أي مشكلة بهذا الصدد، لأني أعرف أن هناك صراع أو بين الأهلي والزمالك في مصر، ولدينا هذا في صربيا وفي جبل الأسود أيضا. لدينا النجم الأحمر وبارتيزان، ولدينا مثل أولمبياكوس وبناثينايكوس في اليونان. وأيضا الجماهير هنا مجانين بخصوص المنافسة بين الناديين، وأنا أحب هذا، ولكن دوما في بطريقة ودودة. الجميع أصدقاء بين جماهير الأهلي وجماهير الزمالك. تيتيانا اتفرجت على ماتش كرة قدم للنادي الأهلي؟ ما شفتيش. طيب طيب انت سامعة قد ايه ان الجماهير النادي الأهلي بتحب فريق كرة القدم؟ ان احنا يعني احنا نادي القرن، يعني نادي القرن الافريقي، وكرة القدم هي اللعبة الشعبية الاولى في مصر، والنادي الاهلي رقم واحد، جماهيره كتير جدا. يعني ما فكرتيش او ما خططتيش تحضري ملعب او ماتش كرة قدم في الملعب للنادي الاهلي؟ اوكي ذا فوتبول اتس بالنسبة لكرة القدم انا في العالم كله وليس في مصر فقط. انا لست من مشجعي كرة القدم، ولكن لاني ليس عندي القدرة ان اشاهد لمدة 90 دقيقة مباراة كرة القدم، ولكن if there is an important game اذا كان هناك مباراة مهمة للاهلي في القاهرة ضد الزمالك مثلا، ربما سنذهب ونشاهد المباراة كفريق. you can ask to go, you can ask the manager of the team that you want to go. But management probably ولكن should, الإدارة ربما know that, you know, ربما تعرف ذلك وسيدعونا للحضور. وهذا يحدث yes. وسيدعونا كفريق أن نذهب معا let's say in our club yes, وأن ندعم أهم فرقة في نادينا. I'm gonna manage this for you. And you have to manage. We spoke before. يجب أن ترتب أن تتحدث مع الإدارة في الأول. Then you have to do another thing for me. Sure. وبعد ذلك تخبرني. Okay, this is the second thing. Okay. هتكلم عن نهلة سامح. نهلة سامح دي أسطورتنا وأسطورة كبيرة جدا في الفولي بول، ودي my favorite ever. يعني دي أنا على المستوى الشخصي هي بالنسبة لي يعني الايكونز بتاع الفولي بول في النادي الاهلي. حصلت على بطولات كتيرة جدا جدا، وبالمناسبة هي كانت بتلعب بوزيشن فور زيك. قابلتيها؟ هل حصل معاكي كلام بينها وبينك وبينها؟ يعني حصل أي لقاء بينك وبين نهلة سامح قبل كده؟ I met her. أنا قابلتها نعم. Really, satisfied that I had opportunity to. وأنا سعيدة بأني كان لدي الفرصة أن أقابلها. Unfortunately, she is not anymore. لأني للأسف لم ألعب معها، ليست في الفريق الآن. Nice words, ولكن حظيت بكلمات رائعة من الفتيات عنها. الطريقة التي يتحدثون بها عنها. لاحظت أنها شخص لطيف وأنها طيبة جدا. الجميع يقول أنهم يفتقدون. They were asking like. دائما يسألون. I should try to replace her. ويطلبون أن يجب أن أحل محلها، ولكن لا أريد أن أحل محل أحد.
أنا هي هي لديها شخصية خاصة بها ومختلفة عني. أنا أكبر من جميع الفتيات الموجودين الآن. أريد أن أساعدهم قدر المستطاع ولكن أحب حينما تأتي في مباراة الفريق. إنها تدعمنا كثيرا، هذا يعد دعم كبير للفريق حينما يشاهدونها. هذا يكون جيدا لهم، يدفعهم. نعم. You told me that they make love in the. Yeah, we are friends on Instagram. نحن أصدقاء على الإنستغرام. She is looking this, and I'm saying hi to her. نحن نلقي بعض التحية على بعضنا في الوقت والآخر. Part of the team when she was captain. أنا أتمنى أني لو كنت في عضو في الفريق حينما كانت كابتن الفريق. And we're gonna enjoy like company by. ولكن أعتقد أننا سنحظى بأوقات رائعة بجانب مع الفتاة. تيتيانا سعيد جدا بروحك والبوزيتيف انرجي اللي عندك، وسعيد جدا بالويلنج اللي انا شايفه في عينيكي، وقد ايه انت عايزه يعني في كلامك كتير جدا بتتكلمي عن الفريق وان انت عايزه تاد فاليو للفريق، ودي حاجه انا سعيد بيها جدا جدا، واتمنى لك كل التوفيق من قلبي ان ان شاء الله تكوني يعني احد اسباب فوزنا بكل البطولات السنه دي، وده انا حاسه ان شاء الله وحاسس قد ايه ان ده هيحصل. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، وانتظر ان شاء الله لقاء جديد معاكي بس معانا الكاس. اوكي ثانك يو فور، شكرا جزيلا على دعوتي having this opportunity وعلى هذه الفرصه التي اتحتموها لي، وهذا يعد شرفا لي، وهذه فرصه لاقول اهلا ومرحبا بالجماهير الاهلاويه وان اكون جانبك هنا. بالطبع لقاؤنا الاخر سيكون بعد ما نحقق كل هذه الكؤوس التي ذكرت. I will not come. إذا لم نحقق هذه الكؤوس لن آتي. I'm gonna come here. ولكني سآتي هنا في شهر أبريل أو شهر مايو. The Egyptian Super maybe before that and I know that. After each of cup we got. بعد كل كأس. Each cup you got, you're gonna be with me, with us here. Okay. Thank you so much. Thank you so much. سروري أنا تواجد معكم. أعزائي المشاهدين طبعا ده لقاءنا كان مع تيتيانا، أنا بس حبيت أوري حضراتكم بالقول والفعل إزاي بيتم اختيار اللاعبات، إزاي بيتم اختيار اللاعبين، السي في مهم جدا. بننتظر ليها كل التوفيق وكل اللاعبات وكل اللعيبة الأجانب عندنا في النادي الأهلي يا رب يوفقوا عشان ده في الآخر إضافة للنادي الأهلي. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.